السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، صبحكم الله بالخير. نقول مبروك عليكم الحياة، ما شاء الله تبارك الرحمن. أمس كانت أمطار رحمة، بإذن واحد أحدثها تكون أمطار رحمة علينا. استمتعنا بالأجواء الجميلة برغم الحجر المنزلي، لأن احنا كنا نطلع يعني شوي في الحوش نشوف المطر ونستمتع فيه. صباح الخير نايف. صباح النور والسعادة إن شاء الله لك ولمشاهدينا بإذن الله تعالى. لكن قبل لا نبدأ بأي شيء، محمد أنت من متى تقدمين في التلفزيون؟ من بداية البرنامج طلعنا ب 2012. البرنامج طلع على يدك. ما يصير أنت طالع بنظارة جديدة أول مرة وتسوي نفسك أن الأمور عادية. صدقني الأمور عادية، كل ما في الموضوع الفترة هذه الواحد شوي يبتعد عن العدسات على أساس أنه ما يلامس عيونه وايد، وإحنا نطلع وندخل وتعرف تضطر أن أنت تحك عيونك، فريح عيوني من العدسات لبست النظارة. سلام، يعني دواعي طبية وصحية. دواعي طبية وصحية وتريح شوي عينك فيها بعد. وترى كنا لبسين قفازات إحنا على فكرة. أكيد. يعني. إيه بس على أساس أنه قبل أن نبدأ الحلقة شلناها، لكن لازم تكون أنت لابس قفازك أو تلبس الكمام وانت طالع من البيت. في البيت دام إنه ما في شيء جايك من برا، خليك دائما بس حريص وأمورك تكون طيبة إن شاء الله. وأهم شيء خل نفسيتك طيبة وخلك إيجابي قد ما تقدر، لأن الوضع يحتاج أن أنت نفسيتك تستحمل هذه الأوضاع اللي احنا فيها وتكون هادي. كل ما كنت هادي إن شاء الله إن شاء الله الأمور كلها بتتيسر. والجميل ان احنا في الفتره هذه ما عندنا شيء، يعني الغالبيه يمكن العمل عن بعد. حلو ان هو يتطوع، حلو ان احنا نشوف عيالنا متطوعين في مجالات شتى يكتسب فيها خبره، بالاضافه الى ان هو يقضي وقت في شيء مفيد يخدم فيه بلاده. يمكن احنا شفنا عدد المتطوعين اللي تكلموا عنهم في المؤتمرات الصحفيه او من خلال السوشيال ميديا، المتطوعين في الهلال الأحمر الله يعطيهم الصحة والعافية، سواء زملائنا في السوشيال ميديا، زملائنا في الإعلام، أو من أهلنا وجماعتنا ومن أهل قطر، أهل قطر والمقيمين على أرض قطر العدد كبير تبارك الرحمن. أنا أتذكر أنه وصل تقريبا 20 أو 25 ألف متطوع. العدد مش مستقر، دائما في ازدياد. وبصراحة نقطة الإلكترين والمقيمين هذه لازم نوقف عندها شوي، لأن اللي إحنا فيه ما في إلكتري أو مقيم أو زائر ولا غيره. الوباء ما يعرف جنسية، وإحنا كذلك في دولة قطر ما نعرف جنسية، لأن إحنا دائما لما نقول المجتمع القطري معناته إلكتري ومقيم أو أي حد موجود في دولة قطر ويحب هذه البلاد. لكن التطوع إذا أنت تقدر، وفي على فكرة معايير لازم تكون موجودة ومتوافرة فيك، لازم في أعمار معينة، وكذلك في اختبار أعتقد أو في شيء بالنسبة للصحة يصير على أساس أن كذلك أنت صحتك تساعدك أن أنت تتطوع. لكن الأغلب اللي يكون موجود في البيت، خلك في البيت، خلك مع شغلك، خلك مع أهلك اللي موجودين قاعدين يشتغلون الحين أو متطوعين، بيض الله وجيههم، ولازم كذلك يكونون حريصين. والأهم من هاي كله نستغل وقتنا قد ما نقدر. أكيد. وإحنا مقبلين على شهر فضيل لقينا، يمكن لأن أنا تعرف طول الوقت قاعدين في البيت، فما بين التلفزيون وأحيانا ما بين السوشيال ميديا، فتلاقي فيديوهات جدا جميلة لما يرفع من معنوياتك إنه معليش إحنا قاعدين في رمضان إن شاء الله في البيت، لكن في أمور كثيرة تترتب عليها. رمضان إن شاء الله السنة بيكون غير، رمضان بيكون ما فيه ذاك التجمع، لكن فيه بإذن واحد أحد التقرب إلى الله بإذن الله تعالى. لكن كذلك لازم ناخذ بالاحتياطات. إحنا متعودين في شهر رمضان مثلا الصحون رايحة ردة، جدر بيت أم فلان لين جدر بيت أم فلان، الحين أعتقد ما ينفع صح؟ والله أرنياني يعني الصحن ما أقدر أرده، بس حطي في صحن ثاني ها غيري. لا إن شاء الله أن كل جيراني وكل أهلي وكل الناس يعني متبعين التعليمات الصحية، وبإذن الله ما في إلا العافية بإذن الله تعالى. وكذلك لما نقول شكرا، نقول شكرا لوزارة الصحة، نقول للداخلية، نقول كذلك المؤسسة القطرية للإعلام، نقول للعديد من الجهات. ولكن اليوم لنا تحية مختلفة، خلكم معنا. تحيتنا للأبطال الهلال الأحمر القطري.
دائما يبذلون جهود ويطوعون في تقديم الخدمات المساندة للمؤسسات الصحية في الدولة وأفراد المجتمع والجهات الرسمية في مواجهة أزمة فيروس كورونا والحد من انتشاره، حيث أطلق الهلال الأحمر القطري مبادرة تطوع معنا لأجل قطر. تجاوز عدد المتطوعين 15700 شاب وفتاة من مختلف الأعمار والخبرات، يقومون بتقديم الدعم النفسي والتثقيف الصحي والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى المشاركة في عمليات تعقيم الشوارع والإشراف على عمليات التوعية المجتمعية وتوزيع المستلزمات الطبية بالتعاون مع الشرطة المجتمعية ولسلامة الكوادر التطوعية ورفع كفاءتها في تنفيذ المهام المطلوبة. قام مركز التدريب والتطوير التابع للهلال الأحمر القطري بتنظيم دورات لهم حول كيفية استخدام وسائل الوقاية من العدوى، كما نشاهد معكم في الشاشة، وكذلك للدعم النفسي. إضافة إلى ذلك، قام الهلال الأحمر القطري بتنفيذ محاضرة تثقيف صحي للعاملين في 20 جهة حكومية وخاصة بالتعاون مع فريق التثقيف الصحي بقطاع الشؤون الطبية، والتي تناولت عدة موضوعات هامة مثل طرق غسل الأيدي وكيفية استعمال الكمامات الطبية وتجنب ملامسة الأنف والفم واستخدام أو استعمال المحارم عند العطس أو السعال، وكذلك الابتعاد عن الزحام والاقتراب مع الآخرين في الأماكن العامة. نكرر الشكر للأبطال الهلال الأحمر القطري، نتمنى لهم التوفيق إن شاء الله، وهم ظهرنا وسندنا ومساندين لوزارة الصحة ومؤسسة حمد الطبية وكذلك الرعاية الأولية، مو بمقصرين، وهم اللي قاعدين يديرون مواضيع المتطوعين، وفي أمور كثيرة قايمين فيها، فبيض الله وجيهم من قبل كورونا وإن شاء الله ما بعد الكورونا بإذن الله تعالى. ما ننسى نوجه تحية وشكر إلى خدمة 16,000، الله يعطيهم الصحة والعافية، يعني ليل نهار ليل نهار، يمكن توصل لهم أكثر من 25,000 مكالمة في اليوم، فالله يعطيهم الصحة والعافية، ونقول للجميع اهتموا في أنفسكم، وهلا هلا بأنفسكم وبأهاليكم وبأسركم، ولا ننسى اللي حاب يتطوع ممكن تدخلون على مواقع الهلال الأحمر، بتلاقون فيه روابط للتطوع وفي أماكن وفي تقسيمات، لأن هم يقسمونهم على حسب اللي محتاجينه. لكن الحين ننتقل إلى زميلتنا نيفين في مركز الأخبار ونشوف ايش عندها من أخبار. صباح الخير يا نيفين. صباح الخير حنان، وصباح الخير نايف، وأسعد الله صباحكم مشاهدينا بكل خير، وهذا الموعد الذي يتجدد يوميا لقراءة بعض الأخبار المختارة من صحفنا المحلية الصادرة بالعربية لهذا اليوم الثلاثاء 14 من أبريل، والبداية مع جريدة الوطن وعنوان افتتاح مقر جديد لمركز الاتصال الحكومي، حيث أعلن مركز الاتصال الحكومي عن افتتاح موقع جديد له نظرا للكثافة العالية للمكالمات ولمواكبة الطلب المتزايد على خدمات المركز للرد على استفسارات وأسئلة الجمهور عن الخدمات الحكومية عبر الرقم 109 وعن فيروس كورونا عبر الرقم 16,000 وعن خدمات قطاع التعليم عبر الرقم 155، ليصل بذلك عدد مواقع المركز إلى 4 مواقع في مختلف مناطق الدوحة. كما أعلن مركز الاتصال الحكومي عن استقبال المركز عبر الخط ساخن 155 المخصص لقطاع التعليم، بلغ 358 مكالمة في يوم واحد تم الرد عليها جميعا، وجاء متوسط مدة المكالمة 3 دقائق و6 ثوان، ومستوى كفاءة الخدمة 100%. وجاءت أبرز الاستفسارات من خلال المكالمات حول أهلية الدخول للنظام الإلكتروني، وكذلك استفسارات حول التعليم عن بعد في المدارس الخاصة وتعليم الكبار والواجبات المدرسية والرسوم المدرسية. والجدير بالذكر هنا مشاهدين أن مركز الاتصال الحكومي قام بتدريب 150 موظفا خلال 3 أيام فقط من أجل تجهيز هذه الخدمة وتشغيلها، كما أنه يحتوي على طاقم طبي يتكون من 51 شخصا من الأطباء والممرضين للرد على استفسارات الجمهور، وهو يعمل على مدار الساعة ول7 أيام في الأسبوع،
وهو يزود المواطنين والمقيمين في قطر بمصدر موحد للرد بالمعلومات الموثوقة على جميع الشكاوى والاستفسارات حول الخدمات الحكومية الإلكترونية، ويقدم كذلك خدمات الدعم الفني ل 35 هيئة وجهة حكومية في الدولة، ويقدم أيضا 70 خدمة مختلفة على مدار الساعة بست لغات منها لغة الإشارة. كما يعد المركز حلقة وصل مهمة بين حكومة قطر والجمهور من أفراد ومؤسسات. خبرنا التالي مشاهدينا اخترناه لكم من صحيفة الراية، والعنوان وجبات إفطار وسلال غذائية يومية في رمضان، حيث أعلنت قطر الخيرية أنها وضعت خططا بديلة لموائد وخيام الإفطار الرمضانية تتناسب مع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للحيلولة دون انتشار فيروس كورونا، تتمثل في تنفيذ إفطار الصائم هذا العام بطريقتين: الأولى توزيع وجبات إفطار ساخنة يوميا بدون إقامة موائد وخيام من خلال السيارات المتنقلة لتصل للمستحقين في مختلف مناطق الدولة. وعن الخطة الثانية، الطريقة الثانية، قالت قطر الخيرية في تغريدات لها على حسابها في تويتر أمس إنه سيتم أيضا توزيع مؤونة رمضان السلة الغذائية للأسر، وذلك بحسب الفتوى الشرعية التي تؤكد أن توزيع المؤونة الرمضانية يتحقق معه أجر إفطار صائم كونهم يفطرون بها في منازلهم بعيدا عن التجمعات، وللمتبرعين أجر إفطار الصائم، وأيضا يصب ذلك في اتجاه تنفيذ التعليمات والجهود الرسمية للحد من تفشي وباء كورونا. طبعا مشاهدينا، هذه الخطط، خطط قطر الخيرية، تعد حلولا عملية بديلة تحقق الاستمرار فيما دأبت عليه سنويا دون انقطاع لهذا العمل الخيري السنوي، ولكن هذه المرة وفي هذه المرحلة ضمن حدود الاحتياطات الاحترازية التي تحقق الأمان والسلامة للجميع. ونأمل أن يقبل رمضان علينا والجميع على هذه الأرض الطيبة يتمتع بالخير والسلامة. ننتقل الآن إلى صحيفة العرب والخبر بعنوان في مجالات العمل الإنساني والاجتماعي. المدير التنفيذي للهلال الأحمر القطري المالكي يقول مساندة الدولة في مكافحة كورونا جزء من رسالة الهلال الأحمر القطري. وذكرت الصحيفة على لسان المهندس إبراهيم عبدالله المالكي المدير التنفيذي للهلال الأحمر القطري أن مساهمة الهلال الأحمر القطري مع باقي مؤسسات الدولة في مكافحة انتشار فيروس كورونا كوفيد-19 هي جزء من رسالته الإنسانية الأساسية التي وجد من أجلها، وأن منظومة جمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر حول العالم تعتبر جهات مساندة لدولها في مجالات العمل الإنساني والاجتماعي. وأضاف في تصريحات له: منذ بداية أزمة فيروس كورونا اتخذنا إجراءات موسعة بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة للتوعية بهذا المرض، واجتمعت اللجان الداخلية بالهلال الأحمر القطري لدراسة الوضع واتخاذ ما يلزم للتعامل معه، وبدأنا في عقد دورات توعية للموظفين والتدرج بتكليف الموظفين بالعمل من المنزل، خاصة أن الهلال الأحمر القطري لديه من الأنظمة التقنية المتطورة ما يمكنه من العمل عن بعد دون تأثر سير العمل. وقال أيضا: مع تزايد عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا تم تشكيل لجنة معنية بإدارة الأزمة، وانقسم عملنا إلى 4 محاور رئيسة، أولها هو القطاع الطبي الذي يمثل الجزء الأكبر من عمل الهلال الأحمر القطري كجهة مساندة للدولة، وبالفعل انطلقت كوادرنا تعمل في الخطوط الأمامية لمواجهة هذا الفيروس بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة. وبدورنا هنا مشاهدين نشد على أيدي كل فرد ومؤسسة مجتمعية تشارك في الخطوط الأمامية لحماية مجتمعنا، ونخص هنا دور المتطوعين في الهلال الأحمر القطري وفي غيرها من المؤسسات المجتمعية. ونذكر هنا مثلا عدد المسجلين للتطوع في خدمات الهلال الأحمر القطري بلغ 16,000 متطوع ومتطوعة من جميع الجنسيات، وتوزعت مهامهم في مختلف الأماكن بالدولة وفي مختلف القطاعات. هناك من تطوع لمساعدة البلدية في تعقيم الشوارع والمنشآت، وهناك متطوعون كانوا يقدمون مساعدات على المحتاجين من جراء الأزمة، وأيضا هناك متطوعون للإشراف على بعض الخدمات الصحية في أماكن الحجر الصحي وفي الفنادق. والمعروف أن المراكز المجتمعية مثل الهلال الأحمر القطري تحرص على تأهيل المتطوعين وتدريبهم قبل السماح لهم بالانخراط في العمل الميداني. كل التحية
للهلال الأحمر القطري، وكل جهة تعمل طواعية وتصل الليل بالنهار من أجل حماية المجتمع وكل من يسكن على هذا البلد الطيب. خبرنا الأخير من صحيفة الشرق والعنوان: كلية المجتمع تدشن نظام التعليم المدمج. حيث أعلنت كلية المجتمع في قطر عن تدشين نظام التعليم المدمج رسميا بداية من خريف 2020-2021 عبر طرح برنامج الدبلوم المشارك في إدارة الأعمال كأول برنامج أكاديمي تقدمه الكلية بنظام التعليم المدمج بالكامل، وذلك انطلاقا من سعيها المتواصل لتوفير أحدث البرامج والوسائل التعليمية التي تتماشى مع العصر وتحدياته وتلبي احتياجات طلابها وطالباتها وتعزز من فرصهم في مواصلة التعلم واستكمال دراستهم الجامعية. فنظام التعليم المدمج يتميز بكونه مزيجا بين التعليم التقليدي والتعليم الإلكتروني، حيث يجمع أفضل ما في النظامين بطريقة متوازنة. وتهدف كلية المجتمع من خلال طرح نظام التعليم المدمج إلى خدمة شريحة أكبر من أفراد المجتمع عبر تذليل العقبات التي قد تواجه عددا منهم نتيجة للظروف المهنية أو العائلية، وتوفير المرونة اللازمة لهم مع الحفاظ على جودة المواد المطروحة والتحصيل الأكاديمي للطالب، بالإضافة إلى تحقيق جميع مخرجات التعلم. وتتجلى هذه المرونة في طرح مقررات خلال عطلة نهاية الأسبوع على أن يتم استكمال المخرجات التعليمية لباقي الأسبوع عن بعد. وبهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى نهاية جولتنا الصحفية الصادرة بالعربية لهذا اليوم. لكم كل التحية ونتمنى لكم يوما سعيدا مليئا بالخير بإذن الله، ونعود لزملاء في استوديو فيض ضحى. إليكما حنان ونايف. يعطيك العافية زميلة نيفين محمد، ونخبة من الأخبار اليومية دائما تشوفونها معنا في فيض ضحى، ولكن نفس ما بدأت محمد اليوم في حلقة وقالت مبارك عليكم الحياة، أمس شفنا الأمطار على مستوى الدولة في العديد من المناطق، لكن بنعرف إحنا كذلك اليوم شلون الجو بيكون، برد حر في مطر مرة ثانية، فراح نعرف أكثر إن شاء الله مع سيدة أمينة الملة من إدارة الإرصاد الجوية. سيدة أمينة صباحك الله بالخير، ولو تعطينا ملخص عن الحالة الجوية اليوم. صبحكم الله بالنور إن شاء الله. أكيد أجواء معتدلة الحرارة خلال فترة النهار، حيث من المتوقع أن تكون درجات الحرارة العظمى ما بين 24 إلى 26 درجة مئوية، والصغرى ما بين 23 إلى 21 درجة مئوية. الرياح السائدة لليوم تكون شمالية إلى شمالية شرقية، تتراوح سرعتها ما بين 12 إلى 22 عقدة، على أن تنخفض مساء لتكون ما بين 5 و15 عقدة. لا تزال فرص الأمطار موجودة، وكما هو معروف خلال فترة السرايات تكون الأجواء متقلبة، وفرص الأمطار دائما تكون أفضل خلال فترة المساء، وبذلك يزداد تدفق السحب مساء وتكون الفرص أفضل لأمطار متفرقة، وقد تكون أمطار رعدية أحيانا ترافقها رياح قوية هابطة خلال فترة المساء. ومن المتوقع استمرار فرص الأمطار ليوم الغد وتكون أكثر شدة وتشمل معظم مناطق البلاد. عن الحالة البحرية، استمرار التحذير البحري، الرياح السائدة داخل البحر تكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية، تتراوح سرعتها ما بين 8 إلى 18 عقدة وتصل 25 عقدة على المناطق الشمالية. ارتفاع الموج يكون ما بين 3 إلى 5 قدم ويرتفع إلى 7 قدم شمالا. ومع التقلبات الجوية نرجو من الجميع أخذ الحيطة والحذر والالتزام بإرشادات السلامة خلال الأمطار الرعدية، وحفظ الله الجميع. شكرا لك السيدة أمينة الملة، وننوه أن كانت اللقطات هذه بالأمس من الأمطار، والله يحفظ الجميع، وإحنا دائما نقول خلك في البيت، فأعتقد أنه ما يحتاج نحرص الناس اللي قاعدين يروحون لمشاوير، ضرورية أنهم يحاسبون كذلك في السواقة في الطريق، لأن أمس كان مطر وهواء ورعد وبرق، فكان فعلا الجو نوعا ما مو مستقر. بس سوى فعالية بس أمس، يعني طلعنا في الحوش. إيه أوكي، طلعنا في الحوش لعبنا في المطر. نايف، شلون تقضي وقتك في الحجر المنزلي؟ هل تستثمره في شيء؟
اللي أقدر عليه، اللي ممكن يفيدني، ممكن يونسني، ممكن يعدي الوقت، أي شيء أقدر أسويه بسويه. بالتأكيد إحنا كل واحد منا يسعى أنه هو يستثمر فترة الحجر المنزلي بالطريقة الإيجابية اللي يراها مناسبة، وتتشكل هذه الفترة فرصة ذهبية يسعى فيها الكثير منا لإعادة اتخاذ القرارات الجديدة للأشهر القادمة. مثلا نتعهد بالالتزام بممارسة الرياضة المنتظمة، أو نتبع نظام غذائي صحي، أو ممارسة هواية جديدة، أو القضاء المزيد من الوقت مع العائلة. والفرصة متاحة لنا الحين أن احنا نخصص الوقت اللي نحتاجه لأنفسنا بعيد عن طبيعة الحياة اللي تتزايد فيها الانشغالات والالتزامات والمسؤوليات ومسؤوليات العمل المستمرة على مدار الساعة، أو أن احنا ننشغل بالهواتف النقالة والتقنيات الأخرى. فقرتنا لليوم مع الدكتورة نوال العالم أكيد بنتعرف معها على كيفية تحقيق التوازن الصحي في الحياة من حيث الطعام والنوم والتواصل مع الناس كذلك. شكرا زملائي الكرام، الله يصبحكم بالخير أعزائي المشاهدين. أمام التغييرات والأحداث التي نعيشها في هذه المرحلة، علينا التعامل بوعي ونهتم بأنفسنا لكي نبني حصنا منيعا يصعب اختراقه من خلال توازننا النفسي والصحي. في داخلنا منظومة أو جهاز مناعي في حالة دفاع مستمر عنا، به خطوط دفاعية أولى ممثلة في الجلد والغشاء المخاطي من أنف وفم وعينين، بها مضادات تعمل على حمايتنا من الميكروبات وكذلك من الفيروسات. علينا أن نحافظ على رطوبتهم، فذلك يسهل عملهم في منع الوصول الآفات إلى جهازنا التنفسي. لذا علينا الإكثار من المضمضة والاستنشاق والاستنثار المتكرر لإزالة المفرزات المتراكمة في الأنف، علما أن داخله شعيرات تحبس الآفات من التغلغل داخل الجسم. كذلك العطاس والكحة ميكانيكيات دفاعية عند حدوثهما، يجب أخذ الاحتياطات التي يوصي بها الأطباء. علينا الاهتمام بخط الدفاع الثاني أيضا وتقويته، وهو حراس الجهاز المناعي من الخلايا المناعية التي تفرز جيش الأجسام المضادة لتهاجم الغزاة كالفيروسات. وهنا مربط الفرس، وهو ما نريده لنحارب كورونا. فإن كان هناك مشكلة صحية مثل أنيميا أو أي عنصر غذائي ناقص في الدم مثل مثلا الحديد أو الزنك، علينا تعويضهم من خلال الغذاء وغيره. وإن كان هناك نقص في فيتامين دال، نعوضه عن طريق التعرض الكافي لأشعة الشمس حتى نزيد من إنتاجية الكريات الدموية البيضاء، خط الدفاع الثاني. الاتزان الصحي من أهم الأمور في طعامنا، علينا تجنب الأطعمة التي تخل بتوازن الجسم مثل تلك الأطعمة من مجموعة ناقص زائد، وهي كل ما هو ناقص مغذيات وزائد سموم، وتشمل كل ما هو مصنع ومكرر ومحتوي على كيميائيات وهرمونات ومواد حافظة ومواد ملونة وأمثلة على ذلك المعلبات. نستبدلهم بالأغذية الطازجة أو الجافة مثل البقول بعد نقعها طبعا، الزيوت المهدرجة كالسمن الأبيض والزيوت المصنعة كزيت النخيل وغيرهم من الزيوت النباتية المعدة على الساخن. نستبدلهم بالزيوت الطبيعية، زيت زيتون، زيت جوز هند، سمسم، والأفضل من ذلك على الإطلاق الحصول عليها من مصادرها الطبيعية مثل المكسرات، اللوز، الجوز، البذور مثل حب الشمسي، حب القرع، بذور السمسم والطحينية. علينا أيضاً أن نبتعد عن الأغذية المفتقرة إلى المغذيات مثل الأرز الأبيض المقشور ومنتجات الدقيق الأبيض مثل خبز التوست والبسكويتات المحلاة بشراب الذرة. وأهم شيء في هذه الأطعمة أنها تستهلك جهازنا المناعي الذي نحن الآن في أمس الحاجة إليه. هذه الأطعمة تزيد من البكتيريا الضارة في الأمعاء، علينا استبدالها بأطعمة مغذية غنية بالألياف معززة لخط الدفاع المناعي. وأما الأطعمة المغذية فهي كل ما يحتوي على فيتامينات ومعادن مثل فيتامين سي المشهور بحمايتنا من الأمراض، وفيتامين ألف البيتا كاروتين الذي نقصه مرتبط بزيادة احتمالية الإصابة بالأمراض المعدية، وهكذا. وأمثلة على الأطعمة التي تنطبق عليها هذه الصفات، الليمون، البرتقال، الجزر، الجزر البرتقالي والأحمر، الأوراق الخضراء وكل الخضروات الملونة
البقول مثل العدس، حمص، فول، الحبوب الكاملة، أرز غير مقشور يعني كامل، قمح كامل، حب هريس، البذور والمكسرات، وأيضا البروتينات. تناول المشروبات الساخنة المغذية والتي في درجة حرارة الغرفة من تلك الغنية بمضادات الأكسدة التيدوكس، مثال منقوع الزنجبيل، الكركم، شاي الشعير، الميرامية، القرنفل أو شاي أخضر، أو أي شاي أعشاب آخر. المهم التنويع وليس التركيز على نوع واحد والإكثار منه. يجب تحضير الطعام أيضا بطرق لا تخل بتوازنه، من خلال عدم تعريض الخضروات للنار لفترة طويلة، ولا نغرق الطعام بالدهون، ولا نعلي حرارة الدهون، وطبعا استخدام المصادر الطبيعية للدهون من مكسرات وبذور كما ذكرنا أفضل. لماذا؟ لأننا بذلك نضمن الاستفادة على مستوى الجهاز الهضمي. الاتزان الصحي أيضا يشمل جوانب أخرى منها التدخين. التدخين يرهق الرئتان، يضعف المناعة، يقلل نسب الأكسجين في الدم، فالكريات الدموية الحمراء المسؤولة عن حمل الأكسجين لو خيرت بين ذرة أكسجين وذرة نيكوتين ستختار النيكوتين. في مثل هذا الوقت لمن أسرفوا على في إهمال أجسادهم أن ينتبهوا في مرحلة مفصلية في حياتهم، فعلى المدخنين أن يتوقفوا فورا عن تدخين الشيشة والسجائر، لأن الوباء المنتشر هذه الأيام يقتل عن طريق الرئة، وكلما كانت الرئة متهالكة بسبب التدخين كلما زاد افتراس الفيروس المريض. النوم، أفقس كافي خلال الليل. أن تكون متوتر لا يعني أن تهمل مناعتك. أن تكون متوتر لا يعني أن تهمل أكلك أو نومك وتتعب أجهزة جسمك بما فيهم قلبك وعقلك، مما يضعف مناعتك. فالنوم يريحهم ولبدنك عليك حق. التنفس والتأكد من أن كل خلية وكل حويصلة في الرئة قد حصلت على احتياجها من الأكسجين بما فيهم الحويصلات الصغيرة. مارس تمارين التنفس بصورة يومية، تنفس بعمق، فمن شأن ذلك تقوية جهاز المناعة وإعادة للدم قلويته وتوازنه. بتمارين التنفس تتغلب على التوتر في الأزمات وسماع الأخبار السلبية. عند التوتر يشعر الإنسان بزيادة ضربات القلب ويصاحبها ارتفاع بضغط الدم، وذلك يمكن تهدئته بالقيام بالشهيق ثم حبس النفس لبضع ثواني ثم إخراج النفس ببطء شديد وبلطف. هذه العملية تبطئ ضربات القلب وتخفض ضغط الدم. الضغوطات النفسية بسبب الأمور الحياتية والأفكار السلبية تسبب حموضة الدم، مما يسمح بنمو الفيروسات والميكروبات ويرفع هرمون الكورتيزول الذي يضعف المناعة. ونتغلب على ذلك بالإكثار من التأمل والجلوس في صمت وسكينة بدون شاشات. الروتين اليومي يساعدك على فرض سيطرتك على المواقف. حدد روتين ثابت لليوم وللأسبوع، مثال حدد ساعة للاستيقاظ لتناول الطعام، ساعة ثابتة للنوم وفي كل ليلة، أي بمعنى آخر تناغم مع ساعة جسمك البيولوجية. يجب أن يكون من ضمن يومك رياضات متنوعة موزعة على مدار اليوم. الخمول يضعف الجسم، وأنت تريد أن تضمن وصول الدم والأكسجين لكل الخلايا والعضلات والأوتار والأربطة. باختصار، نحن في حالة حرب مع هذا الوباء الذي اكتسح الدول، وعلينا أن نكون واقعيين ونستعد لهذه المعركة ببناء التحصينات بواسطة تقوية أجسامنا وتجنب الإصابة عن طريق تجنب الاختلاط، وفي نفس الوقت نتفائل لأن آلاف من المرضى قد تعافوا تماما من فيروس كورونا بدون علاجات، وذلك بفضل المناعة الطبيعية التي وضعها الله في أجسامهم. الاستمرار بتثقيف أنفسنا عن طريق المصادر الموثوقة ذلك من شأنه أن يحقق فوزنا بالمعركة بإذن الله. ومحافظتنا على صحتنا، فالصحة أساسها معرفة والمعرفة اختيار، فاحرص أن تعرف عزيزي المشاهد لتحيا بصحة أفضل. شكرا لاستماعكم أعزائي المشاهدين، وعودة للزملاء بالاستوديو. نعود لكم مشاهدينا ونقول صبحكم بالخير، وإن شاء الله أن يومكم جميل، وإذا كنت تشوفنا في الإعادة مساك الله بالخير، وخلك صامل بالنفسية الطيبة ولا تكون عصبي، كذلك يعني تحاول أنك تكون متواصل، وإذا كنت تشوفنا في الإعادة فنقول لك تصبح على خير. في الأيام اللي فاتت شفنا إعلانات لبنك قطر للتنمية بعنوان هاك كوفيد، وهي مسابقة قاعدة تصير كل واحد يطلع له فكرة مميزة على أساس أنه يساهم في
القضاء أو تسهيل الحياة مع فيروس كورونا. فأنا أدعوكم شخصيا أن أنتوا تدخلون على الموقع الإلكتروني، تشوفون المعايير المطلوبة والأفكار اللي أهما يبونها، سجلوا فيه، باقي يومين وإن شاء الله أنكم تكونون أنتوا الرقم الصعب وتطلعون بفكرة مميزة بإذن الله تغير مسار هذه الأيام إن شاء الله. بإذن الله، بإذن الله تعالى. سويت رياضة ولا لين الحين أنت؟ كل يوم أسوي رياضة، لا تحاتيني. الطبخ وشيل الجدر نزل الجدر ولا غيرتي؟ لا لا لا، شيل هذه رياضة الأثقال الأوزان، وعندي رياضة المشي واليوغا. عاد يوغا؟ يوغا في اليوغا شغلة وايد حلوة، هو عملية التنفس، تمارين التنفس. تمارين التنفس تقوي التركيز عندك وتخليك هادي، تعدل النفسية يعني؟ وتعدل النفسية يعني. ننصح فيها الأيام هذه؟ صدقني وايد زينة يعني. كذلك الرياضات اللي ممكن تكون ثقيلة شوي أو أنه والله تحتاج مجهود عالي، تحتاج بعض المعدات، فإن شاء الله اللي مجهز نفسه أنه يقدر ينفذ هذه التمارين، واللي مو بمجهز نفسه كذلك في تمارين الواحد يقدر يسويها في البيت بكل سهولة. فدائما لما يكون معنا المدرب خالد العامري يعطينا بعض التمارين ويعطينا كذلك الأشياء اللي ممكن تساعدنا شلون نسويها في البيت. بس نايف، أجمل رياضة هي رياضة العقل. أيوة. لما تبدأ تقرأ كتاب، فعلا 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 تدخل جو ثاني، عالم آخر. تبدأ أنت تتخيل كل اللي عندك اللي تقرأ، فهذا الشيء جدا جميل، جدا جدا جميل. لذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتبعها جامعة قطر لمنع انتشار فيروس كورونا، تم إغلاق مكتبة جامعة قطر ومنع ذلك أيضا. فإن المكتبة تواصل دعم احتياجات البحث والدراسة للمستخدمين من خلال منصات التكنولوجيا الرقمية. وللحديث عن هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الشيخة مريم بنت عبد الله آل ثاني، رئيس قسم الخدمات المرجعية والمعلوماتية. صباح الخير أستاذة مريم. أهلا، صباح النور أستاذة مريم. في البداية نقول يعطيكم العافية، ولو تكلمينا عن الإجراءات الاحترازية اللي اتخذتها مكتبة قطر من بداية فيروس كورونا. هو صحيح، مجرد عن تحويل التعليم في جامعة قطر ليكون عن بعد، قامت المكتبة بنقل خدماتها للمنصات الإلكترونية لخدمة المستفيدين من طلاب وأعضاء هيئة التدريس والتعليم الفارضين، وإضافة إلى استحداث رابط على موقع المكتبة للوصول دقيق المعلومات المتعلقة بقضية الأقل. فرابط يحتوي ويجمع المعلومات من جهات رسمية. أستاذة مريم، أنتوا عندكم خدمة اسمها اسأل أمين المكتبة، لو تكلمينا عن هذه الخدمة. هي خدمة اسأل أمين المكتبة أو Ask a Librarian، هي خدمة جدا مفيدة للطلاب وأعضاء التدريس بعد المستخدمين الخارجيين، والإقبال عليها كبير من الفئات المعنية. والخدمة يمكن الوصول لها من خلال موقع إلكتروني للمكتبة، والانتفاع بها عبر إرسال المستفيد استفسار بالبريد الإلكتروني أو عن طريق المحادثة الفورية هي الفاس. ومن جهة أخرى يقدم أخصائي المكتبة الدعم في عملية البحث أو المشورة، وأيضا الإجابة على أسئلة متعلقة بالمكتبة. فمثلا الطالب يسأل عن مصادر محكمة في موضوع معين، وأخصائي المعلومات يساعده في البحث. زين سادة، لو نتكلم عن التواصل اليوم ما بين طلاب جامعة قطر والمكتبة، هل هو فقط عن طريق الكتب الإلكترونية المتوفرة واللي يقدرون يدخلون على الموقع وأنهم يأخذون هذه الكتب وينزلونها على أجهزتهم؟ هو التواصل دائما يكون عن طريق البريد الإلكتروني، وموقع المكتبة يحتوي على جميع عناوين وأقسام مختصة. ومن الخدمات اللي تقدمها المكتبة هي مثلا استخدام الكتب الإلكترونية وقواعد البيانات الإلكترونية والمجلات بعد الإلكترونية المحكمة. في حال لا سمح الله طول الموضوع وتمت المكتبة مغلقة لفترة أطول من كذي، شنو الخطة المستقبلية اللي عندكم؟
هو المكتبة الموضوع متعلق بإدارة الجامعة، والمكتبة تدعم الطلاب وأعضائها في التدريس من خلال استحضار المصادر وتساعد في القرارات الدراسية، وأيضا الاستمرار بإجابة على أسئلة المستفيدين للحصول على المعلومات المطلوبة وتمكين الطلبة من مواصلة دراستهم. نعم، زين بالنسبة للطلاب واحتياجاتهم خلال الدراسة، في بعض الطلاب يحتاجون مرجعيات للبحث العلمي وخلافه، فهل راح يكون في تنسيق أكثر داخل الجامعة وبين إداراتها للتسهيل على الطلبة من ناحية الحصول على المصادر أو من بعض الإعفاءات ممكن؟ هو التواصل موجود بين المكتبة وإدارات الكليات الأخرى، وبعد في خدمة مثلا الإعارة التبادلية، مثلا إذا طالب يحتاج كتاب موجود إلكتروني مثلا موجود في المكتبة نقدر نستعيره من مكتبات أخرى الجامعة لها تواصل معهم داخل أو خارج الدولة خلال هالخدمة. يعني لو الطالب كان محتاج مرجعية معينة ممكن إنه ياخذها قبل عن طريق كتاب نفسه أهو موجود في المكتبة، إذا ما كان موجود إلكترونيا يقدر أنه يتراسل معاكم وأنت تشوفون له، أنت تشوفون له بدائل عن طريق تعاوناتكم الخارجية، صح؟ صحيح صحيح. أستاذة مريم، اللي خارج المكتبة غير منتسبين إلى الجامعة، هل هم يقدرون يعني يدخلون على هذه المواقع يستعيرون بعض الكتب أو يقدرون يفتحون هذه المواقع ويشوفون اللي هم محتاجينه؟ يعني مثلي أنا اليوم، أنا مو في الجامعة اللهم لك الحمد أنا خلصت، فيعني أنا أقدر أدخل موقع المكتبة؟ يجب تدخلي موقع المكتبة بس الكوبي رايت تمنع مثلا استخدام بعض المصادر الإلكترونية، لازم من خلال واي فاي المكتبة نفسها، لازم تكوني موجودة في الحرم الجامعي. نعم، أنت ما عندك الإيميل ولا خلاص نسيتيه؟ لا أنا من زمان يعني إيميلي وايد قديم. اعتقد الشيخ ان بالنسبه للخريجين ان لحد الان يقدرون يدخلون عن طريق بريد الكتروني، صحيح؟ هو صحيح، من خلال رابطات الخريجين لازم يسوون مثلا يوزر نيم وباسورد ويدخلون يستخدمونه، بس غير متسجلين ومثلا في الجامعه صعب. لا زين زين خلاص انا من مع رابطه الخريجين عيل. الشيخه كذلك لما نتكلم عن تزويد او اليوم احنا قاعدين نشوف الحاجه بالنسبه لكم من ناحيه الكتب الالكترونيه، هل ممكن في خطه او ممكن توضع خطه لزياده المخزون الالكتروني اللي عندكم من الكتب الالكترونيه؟ هو موجود وعلى حسب الطلب، واذا الموضوع اذا كان مثلا مصدر ضروري لعمليه التعليم خصوصا الحين عن بعد مثلا تجارب او من هاي المواضيع، فممكن يتم الحصول على المصادر الإلكترونية والقواعد البيانات. عن تجربة شخصية، أسف على المقاطعة شيخة، أعتقد أنه ممكن يكون في تزويد أكبر من جانب الكتب العربية. أي لأن الجامعة تحولها حاليا للغة العربية، ففي تركيز على المصادر العربية بعد. نعم، جميل جميل، ما شاء الله تبارك الرحمن، شغل جبار. دائما جامعة قطر متميزة، وأنا عنصرية من ناحية جامعة قطر لأني إحدى خريجات هذه الجامعة، ودائما دائما دائما للأفضل، هم الأفضل، يستاهلون دائما يستاهلون، ومعروفين حتى في السوق القطري لما يكون في خريج من جامعة قطر لازم يكون في تمييز لهذا الخريج، ومتواصلين. يعني شوف اليوم أنا خريجة من متى، بس أنا أقدر أدخل على مكتبة الجامعة من خلال رابطة خريجين جامعة قطر، يعني في تواصل، ما في انقطاع بينهم. الجامعة دائما تحاول أنها تجمع الطلبة دائما تحت مظلتها، مثل الأم بالضبط. أكيد، وهذا اللي تأكده شيخة مريم، واللي ممكن كذلك إذا تطلعين عن خدمات متوفرة كذلك أخرى، أو ممكن خدمات تحبين تعلنين عنها. هو في على موقع المكتبة في بعض الفيديوهات التعليمية باللغتين العربية والإنجليزية تشرح مثلا طريقة استخدام قواعد البيانات وبعض المواضيع في موقع المكتبة، وأيضا في أدلة إرشادية تخدم الطلاب بخصوص الدراسة. وكذلك من ناحية الأشياء اللي قاعدين يوفرونها مكتبة جامعة قطر اللي هو الاستعارات، فلو كان في بعض الطلاب مستعرين كتب، كيف طريقة إرجاع هذه الكتب؟ هل رتبتوا الآلية بينكم وبين الطلاب؟
هو ما في ارجاع كتب، بس بيتم تمديد المده لكل فتره لما يصير في قرار. فحاليا ما في اي غرامات على الكتب، واذا في اي اشكال ممكن يتواصلون معنا الطلاب او اللي استعروا كتب. شيخة مريم، كلمة أخيرة تحبين توجهينها للطلاب وطالبات جامعة قطر؟ وأتمنى الاستفادة من مصادر المكتبة الإلكترونية والخدمات المختلفة اللي تقدمها المكتبة، والمكتبة دائما موجودة لتقديم التحقيق أكثر ما يمكن تحقيقه للدعم. وفق الله ممتع ومتاح. الله يعطيك العافية الشيخة مريم الثاني، رئيس قسم الخدمة المرجعية المعلوماتية في جامعة قطر. ما قصرتي، بيض الله وجهك انت واداره جامعه قطر، ودائما من تقدم الى تقدم. والدكتور حسن الدرهم كذلك دائما ماسك رايه القياده للامام ومرضي لرغبات الطلاب دائما. بالتاكيد. نطلع فاصل؟ لازم نطلع فاصل، وبتكلم بعد معك عن موضوع لكن بنرتبه في الفاصل ونرجع لكم ان شاء الله. ان شاء الله. رجعنا لكم مشاهدينا الأعزاء ومتواصلين معكم في برنامج في الضحى. نايف قال إنه عنده موضوع وعنده سالفة يبي يقولها وبرتب معاه. مو بسالفة، هو تساؤل. تساؤل. وقطيته بصراحة على خفيف يعني في الفاصل، وعرفت أنا وجهة النظر، وهذه وجهة النظر إن شاء الله اللي ممكن الأغلب إنه بيوافقني فيها. أشوف في مواقع التواصل الاجتماعي دائما تحندي إنه والله ما بين الأهالي تونا نتعرف على بعض، الزوج كذا، الزوجة كذا. أكيد شفتي مثل هالسوالف صح؟ وايد نايف، بالإضافة إلى المقاطع أو الفيديوهات اللي توصلنا، سواء فيها نوع من الدعابة أو المزح، إن الزوج بيشرد أو إن الزوجة يعني بتشرد بعد الحجر بسبة العيال وبسبة. هذه رسائل أنا أشوفها من وجهة نظري، هذه رسائل مبطنة توصل حق عيالنا باكر إذا إحنا تداولنا مثل هذه الفيديوهات. على أي أساس نربي عيالنا على الأساس القوي المتين إن إحنا أسرة واحدة؟ متى بيتعلمون إن هذه مسؤولياتهم؟ الفيديوهات هذه جدا أنا أشوفها خطرة. باكر هذه كلها تترتب عليها أمور كثيرة. بيبدأ يحن ويتحندى على زوجته، زي متى بتكون في علاقة ودية؟ ليش الرجل ما يتحمل مسؤولية الأبناء مثل ما الأم تحمل مسؤولية الأبناء؟ العلاقة الزوجية قائمة على التكامل. ما يصير أنا أشيل حمل اليهال والزوج يشيل يده، ما يصير. لازم إحنا نكون شالين بعض، يعني نكمل بعض. هني النقطة الأساسية. أنا بأربي عيالي وبنتي أو ولدي إن الاثنين سواء بنتي أو ولدي، ترى ولدي إذا أنت اللي بتاخذها هذه أمانة ومسؤولية، لازم تشيل المسؤولية معاها. بنت الناس مو بلعبة. ولا قاطعك الحين، في اللي بيقول إيش دعوة كبرت السالفة يا أم محمد، ترى كل اللي ضحك الحين قاعدين نقوله. ما إحنا نبدأها بضحكة. إيه. بعدين الضحكة تقلب صج، تقلب صج، وعقب نفسيا تثبت معاهم احس، وبتصير فكره راسخه اعتقد، وهذا بيكون غلط كبير. كنا نسولف من ساعه عن الرياضه، واكيد لما نتكلم عن الشغلات هذه كذلك في البيوت في ناس قاعده تتريض وقاعده تحاول قد ما تقدر ان هي تحافظ على وزنها او تخسر وزنها او ما تزيد وزن. فراح نروح معكم لأخونا خالد العمري، واللي راح يعطينا معلومات رياضية أكثر بإذن الله تعالى. فإلى خالد. صباحكم الله بالخير مشاهدينا، مشاهدين برنامج في الضحى. فقرتنا الرياضية اليوم راح أتكلم فيها على كبار السن. نفس ما ذكرنا في السابق أن الرياضة لجميع الفئات السنية بدون أي استثناء، فحتى كبار السن محتاجين يمارسون الرياضة.
أي شخص كبير في السن إذا مارس الرياضة راح يقلل من الوصول إلى الشيخوخة أو ضمور في العضلات أو مشاكل في المفاصل. بشكل عام إذا الشخص وصل فوق الأربعين ولا فوق الخمسين ولا فوق الستين وما كان يمارس الرياضة راح تكون عنده الإصابات والمشاكل والضمور في العضلات بطريقة أسرع. فكل ما مارس الرياضة كل ما قلل هذا الشيء وكل ما كان أفضل. ياما شفنا رياضيين على مستوى العالم ويشاركون في بطولات عالمية وأعمارهم فوق الستين ولا فوق السبعين سنة، ولكن بالمقابل نشوف أشخاص يوصلون في هالأعمار ولكن عندهم ممارسة الرياضة تكون بصعوبة أكبر. فما يضر إذا الشخص طول عمره ما مارس الرياضة ولكن جاء يمارس الرياضة بعد الخمسين ولا بعد الستين. صحيح راح تكون الفائدة أقل ولكن في تطور، مهما كان العمر أكبر بعد في تطور، التطور راح يكون أقل كل ما زاد في العمر ولكن بعد في تطور. فلازم إحنا نمارس الرياضة وما نوقف عنها وبشكل أقل النشاط البدني. فإحنا راح نمارس الرياضة ببعض الحركات البسيطة لكبار السن، سواء إذا أي شخص هو كبير في السن ويشاهدني الحين أو أي شخص عنده من ولي أمره ولا أبوه ولا أمه كبير في السن فوق الستين ولا فوق السبعين سنة وحتى فوق الخمسين سنة وده يمارس الرياضة، يسوي هذه الحركات اللي راح أطبقها لكم الحين في البيت. ولكن قبلها لازم يسوي الإحماء قبل أي حصة رياضية، أنك تتحرك المفاصل وتقفز شوي ولا تمشي ولا تهرول في البيت. طبعا أول حركة يقدر يسويها وحركة جدا سهلة، أن أي كرسي عندك أنت موجود في البيت نفس الكرسي اللي موجود عندي، أني أنا أروح مثلا على الكرسي وأخلي الشخص يجلس وعقب يرجع مرة ثانية يوقف. نفس تمرين السكوات، ولكن الفرق أن هذا للمبتدئين أو كبار السن، فيتم نفس الطريقة أنه يجلس ويحاول أثناء الجلوس وأثناء الوقوف أنه يكون الظهر مستقيم ما يميل للأمام، فيرجع يجلس ويرجع يقوم مرة ثانية. ولكن بعض كبار السن يمكن ما يقدر يجلس ويقوم لفترات مثلا فوق الخمس ولا ثمان تكرارات، أقدر أخليه يستخدم يده في الجلوس وحتى يوم يقوم مرة ثانية يستخدم يده. بعد قلنا مثلا صعوبة أكثر، أجيب لأي حاجز يكون قدامه أنه يمسكه أو شخص يعاونه فيخليه يجلس ويرجع يقوم مرة ثانية. بهذه الطريقة هو راح يشغل عضلات الجزء السفلي بشكل أكبر، لأن هي أساس الجسم. كل ما قوت العضلات من الأسفل كل ما راح تساعد أكثر في المشي وفي الحركة اليومية لكبير السن. فممارسة الرياضة جدا سهلة. إضافة إلى موضوع الكرسي، أقدر أنا أخلي أي شخص كبير في السن إنه يستند على الكرسي مثلا بيده اليمين ويرفع رجله اليمين بهذه الطريقة ويرجع ينزلها، ويرجع يرفع رجل اليمين بهذه الطريقة ويرجع ينزلها، وبهذه الطريقة يشغل أساساً عضلات الرجل اليمين ويشغل عضلات الرجل اليسار، لأن جميع أجزاء وزن الجسم رايح على الجزء اليسار. فبهذه الطريقة يرجع يكررها أنه يوت أي شيء باليد اليسار ويرجع يرفع اليد أو الرجل عفواً اليسار مرة ثانية بهذه الطريقة. فلازم يشغل الرجل اليمين والرجل اليسار، ويقدر نفس الطريقة أنه هو مثلاً واقف بهالطريقة ولكن يودي الرجل اليمين وين؟ لورا بهالطريقة، ويرجع مرة ثانية يودي الرجل اليسار بهذه الطريقة. ويقدر مثلاً تمرين إضافي أنه يثبت الرجل اليسار ويرفع الرجل اليمين بهذه الطريقة، مش نفس التمرين اللي ذكرناه في البداية ولكن هذا التمرين بهذه الطريقة. بعد إذا تطور الشخص وحس أن التمرين سهل يقدر أنه يشيل وما يستند على أي شيء يكون جنب الرياضي أو المتدرب نفسه، أنه يغير رجله بهذه الطريقة ويقدر يرفع رجله بهذه الطريقة، فهو يركز على الجزء السفلي بالإضافة إلى تمارين الجزء العلوي اللي هي تمارين البوش أب. يقدر يسويها أنه يحط ركبته وما يسوي تمارين البوش أب الكاملة.
أتمنى أن فقرة اليوم نالت إعجابكم، وأتمنى الجميع يلتزم بالرياضة لأنها تقوي الصحة وتقوي البدن وتخليك تمارس الرياضة في المستقبل بشكل أكبر وأكبر، وأتمنى للجميع التوفيق. إذن عودة لكم مشاهدينا، وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم. كلمتي لكم خلوا يومكم جميل، لا تنشغلون وايد بوسائل التواصل الاجتماعي، خلكم دائما مستغلين للأوقات، مو بغلط ان انتم ممكن شوية تشوفون الجوال، ممكن شوية ما اذا تحب تلعب بلاي ستيشن وغيره العب، ولكن عيش هذه الايام مع اهلك واستمتع فيها، عيش اللحظة، لا تركز على شيء، لا تحط شيء معين ان انت تسويه، عيش كل لحظة واستمتع فيها. نشوفكم في حلقة جديدة بكرة بإذن الله، نقول لكم مع السلامة. تمام.